السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا على قناة ميكار. كيف ما شفتوا في العنوان اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على داسي ساندرو الجيل الثالث. هذه السيارة اللي تغيرت قلبا وقالبا، تغيرت من ناحية الشكل، من ناحية المحرك، ومن ناحية الخصائص. كتبقى السيارة كباقي السيارات، عندها مميزات وعندها عيوب. اليوم ان شاء الله غنكتشفوا هذه الامور هذه. بقوا معنا حتى الاخر الفيديو. إذا ما كنتيش مشترك اشترك بالقناة باش يوصلك دائما الجديد، وفعل زر الجرس، ما تنساش تضغط على زر لايك لدعم القناة. إذا نبداو المراجعة ديالنا ديال هاد السيارة. نبداو بأول فئة كيف ما قلنا، داسيا سانديرو ستريت واي اسونسيال اسونس. من ناحية المحرك فهي متوفرة محرك بنزين بسعة 1 لتر تي سي او بثلاث اسطوانات. القوة الجبائية 7 أحصنة. القوة الحقيقية 100 حصان. عزم دوران 160 نيوتن متر. ناقل حركة من 5 سرعات. معدل استهلاك داخل المدينة 6.4 لتر. معدل استهلاك خارج المدينة 4.9 لتر. ومعدل استهلاك مختلط هو 5.5 لتر. السرعة القصوى للسيارة هو 165 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطعها في 14.2 ثانية. سعة خزان وقود السيارة هو 50 لتر اللي ما تغيرش، وسعة صندوق السيارة 410 لتر. نمر حاليا للخصائص. خصائص السيارة كالتالي: كتمتاز بجوج الوسائد الهوائية، نظام منع انغلاق العجلات، المساعدة على الفرملة في حالة الطوارئ، التحكم الإلكتروني لثبات السيارة، المساعدة على صعود المرتفعات، منافذ كراسي الأطفال، إغلاق تلقائي للأبواب أثناء القيادة، مكيف هوائي يدوي، عجلة القيادة كهربائية، منظم ومثبت السرعة، اشتغال أضواء النهار تلقائيا، نوافذ أمامية كهربائية، تحكم تلقائي بالمرايا الخارجية، عجلة القيادة قابلة للتعديل، وعجلات من 15 البوصة، منفذ USB، حامل هاتف، جهاز راديو، ونظام البلوتوث. اذا كيف ما قلنا، فهذه هي الفئه الوحيده اللي كاينه ايسونس. نمر للثمن ديال السياره. الثمن ديالها هو 110 الف درهم و900، زائد مصاريف ملف لوحه ترقيم السياره ب 7500 درهم، زائد مصاريف صباغه اللامعه ب 3000 درهم. كيرجع الثمن النهائي هو 121 الف درهم و400. هذا هو الثمن النهائي اللي ما غاديش يخلص من بعده شي حاجه اخرى، كيف ما قلنا هذا في الفئه ديال ليسونس. الاقتناء السياره عن طريق سلف، هذه الامكانيه متوفره بجوج ديال الطرق: اما اننا نستافدو من قرض مجاني بدون تسبيق، او اننا نستافدو بقرض بتسبيق على قد الجيب. اذا فالثمن ديال السياره هو 121 الف درهم و400. الا بغينا نستافدو من هذه السياره بدون تسبيق لمده ديال 84 شهر، غتجينا بقسط شهري ديال 1850 درهم. الا بغينا نستافدو من هذه السياره بتسبيق ديال 40 الف درهم، غتجينا في مده ديال 84 شهر بقسط شهري ديال 1260 درهم. نمر حاليا للفئه ديال الديزل، ونبقاو دائما في ستريت. حاليا غنهضروا على داسيا سانديرو ستريت واي اسونسيال ديزل. المحرك هو محرك ديزل 1.5 لتر دي سي ام بطبيعه الحال، تكنولوجيا ديال شركه رودون، من 4 اسطوانات. القوه الجبائيه 6 احصنه. القوه الحقيقيه 95 حصان. عزم دوران 220 نيوتن متر. ناقل حركه 5 سرعات. معدل استهلاك داخل المدينة 5.5 لتر. معدل استهلاك خارج المدينة 3.8 لتر. ومعدل مختلط 4.1 لتر. السرعة القصوى للسيارة هي 172 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطعها في 13.9 ثانية. نمر حاليا لخصائص السيارة. فهي كتمتاز بجوج الوسائد الهوائية، نظام منع انغلاق العجلات، المساعدة على الفرملة في حالة الطوارئ، التحكم الإلكتروني لثبات السيارة، المساعدة على صعود المرتفعات، منافذ كراسي الأطفال، إغلاق تلقائي للأبواب أثناء القيادة، مكيف هوائي يدوي، عجلة قيادة كهربائية، منظم ومثبت السرعة، اشتغال أضواء النهار تلقائيا، نوافذ أمامية كهربائية، تحكم تلقائي بمرايا الخارجية،
عجلة قيادة قابلة للتعديل، عجلات من 15 بوصة، منفذ USB، حامل هاتف، جهاز راديو ونظام البلوتوث. نمر حاليا لثمن السيارة، فالثمن هو 128 ألف درهم، زائد مصاريف لوحة تلقيم السيارة ب 7500 درهم، زائد مصاريف الصباغة اللامعة ب 3000 درهم. الثمن النهائي كيرجع هو 138 ألف درهم و500، وهذا كيتعتبر كثمن نهائي اللي ما غاديش من بعده شي حاجة أخرى. حاليا نمروا لمحاكاة السلف، فهاد السيارة إلا بغينا ناخدوها عن طريق السلف بدون تسبيق، المدة ديال 84 شهر، غتجينا بقسط شهري ديال 2100 درهم. كما أيضا إلا بغينا ناخدو هاد السيارة بالتسبيق ديال 45 ألف درهم، غتجينا بقسط شهري ديال 1440 درهم. نبقاو دائما في داسيا سانديرو ستريت واي، وهاد المرة بالفئة الأعلى فيها واللي هي كونفور، فحتى هي ديزل من طبيعة الحال بنفس خصائص المحرك اللي ذكرناه في السيارة اللي مقبلها، وبنفس الخصائص اللي ذكرناه في السيارة مقبلها، لكن بإضافة بعض الخصائص واللي هما المساعدة على الركن الخلفي، كاميرا الرجوع إلى الخلف، عجلات من الألمنيوم 16 بوصة، مصابيح أمامية ليد، شاشة لامسة من 8 بوصة. نمر حاليا لثمن السيارة واللي هو 139 ألف درهم، بزيادة ثمن لوحة ترقيم السيارة ب 7500 درهم، وزيادة ثمن الصباغة اللامعة ب 3000 درهم، كان الثمن النهائي هو 149 ألف درهم و500، وهذا ثمن نهائي اللي ما غتزيدش من بعده شي حاجة واحدة أخرى. اقتناء السيارة عن طريق سلف هاد الإمكانية متوفرة بسلف بدون تسبيق، غتجينا بقسط شهري ديال 2270 درهم، مدة ديال 84 شهر. إلا بغينا نسبقو 50 ألف درهم، غتجينا بقسط شهري ديال 1535 درهم، المدة ديال 84 شهر. إذا حتى لهنا كنكونو هضرنا على سانديرو ستريت واي بالفئة ديالها بثلاثة، ليسونس وفئة الديزل. حاليا غنمرو لداسيا سانديرو ستيب واي، محرك ديزل 1.5 لتر DCI من 4 أسطوانات، القوة الجبائية 6 أحصنة، القوة الحقيقية 100 حصان و2، عزم دوران 230 نيوتن متر، ناقل حركة ب5 سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة ب5.6 لتر، معدل استهلاك خارج المدينة ب3.9 لتر، ومعدل استهلاك مختلط ب4.2 لتر. السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة، تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع في 13.8 ثانية. بالنسبة لخصائص السيارة فهي كتمتاز بجوج الوسائل الهوائية، نظام منع انغلاق العجلات، المساعدة على الفرملة في حالة الطوارئ، التحكم الإلكتروني لثبات السيارة، المساعدة على صعود المرتفعات، منافذ كراسي الأطفال، إغلاق تلقائي للأبواب أثناء القيادة، مكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة كهربائية، منظم السرعة، مثبت السرعة، اشتغال أضواء النهار تلقائيا، نوافذ أمامية كهربائية، تحكم تلقائي لمرايا خارجية، عجلة قيادة قابلة للتعديل، عجلات من 15 بوصة، قضبان السقف، منفذ USB، حامل هاتف، جهاز راديو ونظام البلوتوث. نمر حاليا لثمن السيارة، الثمن هو 140 ألف درهم، بإضافة ثمن لوحة ترقيم السيارة ب 7500 درهم، وإضافة ثمن الصباغة اللامعة ب 3000 درهم، كيرجع الثمن النهائي هو 150 ألف درهم و500، هذا كثمن نهائي. هذه الإمكانية ديال سلف بدون تسبيق متوفرة، فممكن أن نستفد من هذه السيارة بدون تسبيق، ما نسبق حتى شي ريال، مدة ديال 84 شهر، غادينا بقسط شهري ديال 2290 درهم، مع إمكانية الاستفادة من القرض بالتسبيق ديال 60 ألف درهم في مدة ديال 84 شهر، غادينا بقسط شهري ديال 1395 درهم.
نمر حاليا لداسيا سانديرو ستيب واي كونفور. بالنسبه للمحرك فهي كتمتاز بنفس المحرك اللي في السياره اللي من قبل في ستيب واي من طبيعه الحال 100 حصان. بالنسبه للخصائص فكتمتاز بنفس الخصائص اللي في السيارة اللي من قبلها ستيب واي، لكن بزيادة بعض الخصائص اللي هما المساعدة على الركن الخلفي، كاميرا الرجوع إلى الخلف، عجلات من الألمنيوم من 16 بوصة، مصابيح أمامية LED، شاشة لامسة ب 8 بوصة. الثمن ديال هاد السيارة هو 151,000 درهم، بإضافة ثمن لوحة ترقيم السيارة 7,500 درهم، بإضافة صباغ اللامعة 3,000 درهم، كيرجع الثمن النهائي هو 162,000 درهم، وهذا كثمن نهائي اللي ما غاديش يزيد من بعده شي حاجة أخرى. يمكن لينا نقتنيو هاد السيارة عن طريق سلف بدون تسبيق، غتجينا بقسط شهري ديال 2450 درهم في مدة ديال 84 شهر، مع إمكانية تسبيق ديال 65,000 درهم في مدة ديال 84 شهر، غتجينا بقسط شهري ديال 1490 درهم.